والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. وفي هذين البيتين يختم الناظم منظومته كما بدأها بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره وهداه من أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم شيخ الحمد والترحال أمين أمين وأن طلابك وأن طلاب العلم وأن الأمة خيرا. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب.